يعقد الحوار الوطني جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي. تستهدف الجلسة التخصصية بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع للرئيس عبد الفتاح السيسي. وللمزيد تنضم إلينا الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، بداية أطلعينا على آخر ما جاء في الحوار الوطني حتى الآن. نعم، بعد التحية نتابع معكم من داخل مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب أهم ما يدور في الجلسة المغلقة والتي بدأت صباح اليوم بحضور مجلس أمناء الحوار الوطني، كما ذكرتم، لمناقشة أهم مدار في جلسات المحور الاقتصادي خلال الأسبوع السادس. نتحدث بشكل خاص عن عمل لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والحديث الذي كان يدور عن مصادر ارتفاع الأسعار وكيف يتم مواجهتها من أجل تخفيف العبء على المواطنين. اليوم يتم مناقشة كل الاقتراحات والتوصيات التي جاءت في هذه الجلسات، فكان الحديث بيدور عن أسباب التضخم وكيف يمكن مواجهة هذه الأسباب وتأثيرها المباشر على المجتمع، أيضا مناقشة القرارات التي اتخذتها الدولة بهدف كبح جماح التضخم، والحديث عن أهمية العمل عن بحث أسباب التضخم في الداخل وعلاقة التضخم بعجز الموازنة والدين العام والعرض والطلب. أهم المقترحات التي تم تناولها خلال الاجتماعات التي كانت في الأسبوع السادس في عمل لجنة التضخم وغلاء الأسعار كانت تدور حول أهمية اقتراحات للإصلاح السياسي وإصلاح السياسات النقدية والمالية. هناك أيضا من اقترح بوجود منظومة سعر صرف مختلفة، الحديث عن تشجيع الاستثمارات وأيضا اطروحات الشركات لتوفير العملة الصعبة وتقديم أيضا دعم للصادرات. هناك أيضا من تحدث عن أهمية وجود تعديلات على الضرائب وكيف ذلك سيؤدي إلى تخفيف أو مواجهة التهرب الضريبي، ومن جهة أخرى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. الآن في خلال هذه الجلسات التي تحدث بيتم الحديث عن كل هذه التوصيات بهدف الوصول إلى توصيات نهائية ومقترحات نهائية يتم رفعها لرئيس الجمهورية ليتم تطبيقها أو إحالتها للجهات مختصة. كانت هذا تفاصيل ما يدور الآن، وبالطبع سنتابع معكم كل ما هو جديد وما يتعلق بعمل اللجان المغلقة اليوم. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. أشكرك شكرا جزيلا جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية.